بثنائية سيف الجزيري، الزمالك يفوز بالقمة 127 بتغلبه على الأهلي 2-1 في بطولة الدوري المصري الممتاز. بيراميدز يواصل صدارته للدوري الممتاز بفوزه على المقاولون العرب بهدفين نظيفين. قمة إسبانية فرنسية بين برشلونة وباريس سان جيرمان غدا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبروسيا دورتموند يلتقي أتلتيكو مدريد ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. فيورنتينا يتعادل مع جانوا بهدف لكل منهما في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.